السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله النهارده هنكمل الفيديو الثالث اللي هو اصلا استكمالا للفيديو الثاني اللي كنا بنشرح فيه ال HTML elements او العناصر الموجوده في ال HTML. بس قبل ما ندخل جوه العناصر نفسها، المفروض هنتكلم عن حاجه تانية، مش العنصر نفسه بقى، هنتكلم عن الخصائص والاتريبيوت اللي بتميز العنصر. اي عنصر؟ يعني العنصر زي الانسان، يعني الانسان هو اصلا عنصر موجود في الطبيعه. فالانسان ده ايه الخصائص اللي بتميزه؟ طول الانسان، عرضه، وزنه، اللون، الشكل، كل الحاجات دي خصائص وميزات بتميز اي عنصر موجود في اي مكان، مش شرط العناصر الموجوده جوه ال HTML بس. فالنهارده احنا هنتكلم بقى عن الخصائص اللي بتميز عناصر ال HTML. زي ما قلنا بقى ان كده، مثلا انا عندي عنصر في الموقع بتاعي او عنصر داخل الكود بتاعي، عندي صوره مثلا. الصوره طبعا عارفين ان هي عنصر. انا عندي جبت صوره من اي مكان وجاي عايزه احطها في الموقع بتاعي، لقيتها كبيره جدا على الموقع، او لقيتها كبيره قوي، يعني شكلها مش مناسب خالص. يعني اعمل في الصوره دي، ابدا اصغر حجمها، اديها هايت معين، اديها ويدث معين، عايزه مثلا الصوره دي تتكرر اكتر من مره، يعني عايزه اديها شويه خواص كده، يعني الخواص دي تحسن من شكل الصوره، تخلي الديزاين بتاعي يطلع كويس. الخواص دي اسمها عندنا ايه؟ هي ديت الاتريبيوت. انا مثلا كاتبه نص، عايزه مثلا اخلي النص ده لونه متغير، هو مثلا بيتكتب باللون الاسود الديفولت عادي، انا عايزه اغيره اخليه ازرق مثلا، دي حاجة اسمها ايه؟ دي برضو اتريبيوت بكتبها. كل ديت خواص بعملها في العنصر عشان تحسن من شكل او من تصميم الموقع بتاعي. فهي الخواص طبعا احنا مش هنقعد نعد الخواص، فاحنا الخواص دي بس هنشوفها جوه التطبيق بتاعنا، يعني واحنا بنطبق هنشوف الخواص دي. كل عنصر او كل element من الموجودة في ال HTML واحنا بنشرحه، هنبدأ نقول شوية اتريبيوت عليه بالتطبيق بتاعها، ونشوف هي هتظهر ازاي على الموقع بتاعنا او على العنصر بتاعي. طبعا بقى قبل ما نبدا نحط الاتريبيوت عندنا في الكود، لازم نبقى عارفين هو بيتكتب ازاي. اي انا مثلا زي ما قلت لكم قبل كده ان ال HTML لغه كل حاجه فيها اسم على مسمى. يعني انا مثلا عايزه اغير في خاصيه الارتفاع، فاسم الخاصيه بتاعتها هيبقى الارتفاع اللي هو الهايت مثلا. فانا بقوم جايه كاتبه كلمه نيم بيكوال الفاليو بتاعت الخاصيه بتاعتي. مثلا عايزه الارتفاع 50، فبحط ان الهايت بيساوي 50، بس ال 50 دي الفرق بس ان انا بحطها جوه دبل كوتيشن، جوه اقواس تنصيص كده. يبقى الهايت بيساوي افتح دبل كوتيشن واحط 50. 50 ايه بقى؟ ايه وحده القياس بتاعها؟ 50 بكسل. قلنا البكسل هي القيمه او وحده القياس اللي انا بستخدمها هنا. بكسل يعني نقطه، يعني مثلا بقول 50 بكسل يعني 50 نقطه على مستوى الشاشه اللي انا بستخدمها. فانا هنحطها كده في الكود، هنجرب بس على حاجه عشان الناس تبقى شايفاها. انا ما شرحتهاش ولا لسه اي حاجه. انا مثلا عملت الايمج اهو، الايمج دي اللي هي الصوره العادي. مش احنا قلنا ان في عناصر ليها فتحه وليها قفله، وعناصر تانية اللي فتحتها في قفلتها. فالايمج او الصوره من العناصر اللي الفتحه بتاعتها في القفله، في نفس الحته، يعني نفس السطر. فدلوقتي انا في جوه الاوبن تاج او في جوه اول تاج، حتى في العناصر اللي لها اتنين، يعني حتى في العناصر اللي لها اوبن تاج وكلوزن تاج، الاتريبيوت بتكتب في الاوبن تاج. ابدا اعمل هايت، هو كمل لي لوحده عشان فاهم انا عايزه ايه. هو اول ما بيكمل لي، لو انا خدت التكمله بتاعته من غير ما اكمل انا كتابه بايدي، بيحط لي اليساوي، بيحط لي الدبل كوتيشن. فاعمل 80 بكسل مثلا. يعني انا كده عملت الصوره واديتها اتريبيوت اسمه 80، رقمه 80 بكسل. لو انا مثلا عملت كده، جيت اكتب هايت وجيت اكملها انا كتابه بايدي، ما خدتش اللي هو كتبه، يعني انا مثلا بكتب ام جه هو طلع لي الهايت دي بس انا ما مرضتش اخده، كملت انا كتابه بايدي، هضطر انا بقى وقتها اكتب اليساوي واكتب الدبل كوتيشن واكتب كل حاجه. لكن يفضل ان انا اخد الكتاب اللي هو بيطلعها لي، عشان بيطلعها لي كامله، يعني بيديني كل حاجه جاهزه، ده كان اكتب الفاليو بس. فخلاص كده الصوره بتاعت الاتريبيوت واضحه بتتكتب ازاي. بتتكتب جوه الاوبن تاج او جوه التاج الاولاني، لو ده لو العنصر بتاعي ليه تاج اوبن تاج وكلوزن تاج. لو العنصر بتاعي ليه تاج واحد بس اللي هو الاوبن والكلوزن في نفس الوقت، بكتبه جنب اسم العنصر على طول. فبكتب اسم الخاصيه، اسم الاتريبيوت بتاعي اللي هو مثلا حاجه زي الهايت كده، علامه يساوي دبل كوتيشن القيمه بتاعت الاتريبيوت بتاعي. خلاص كده احنا شرحنا الاتريبيوت ومعناه ايه وفهمنا كل حاجه في الاتريبيوت. نبدا بقى نرجع للعناصر بتاعتنا تاني. هنتكلم النهارده عن عنصر مهم جدا، وهو عنصر الصوره. عنصر الصوره ده تقريبا من اهم العناصر الموجوده في الموقع، يعني اهم، يعتبر اهم عنصر موجود في الموقع عندنا. ليه؟ لان عنصر الصوره بيسهل على اليوزر ان هو يفهم محتوى الموقع من قبل ما يدخله اصلا، زي عنصر الهيدنج بالظبط. مش احنا قلنا في الاتش 1 قبل كده ان انا مثلا لو قريت عنوان الموقع خلاص هفهم محتوى الموقع ده بيتكلم عن ايه. بالتالي نفس الصوره نفس الكلام كده. تخيل مثلا معانا شفت صوره، الصوره ديت
صورة سفينة مثلا أو صورة مركب، فخلاص أنا فهمت إن البتاع ده الموقع بتاعي ده بيتكلم عن حاجة جوه البحر، بيتكلم عن مثلا حاجة جوه المينا مثلا، نقلة حاجة في البحر، فخلاص فأنا فهمت إن شفت صورة طيارة مثلا، فخلاص فهمت إن الموقع ده موقع سفريات أو موقع رحلات، فأنا من خلال الصورة فهمت محتوى الموقع من قبل ما أدخل أصلا، فأنا كده بسهل على اليوزر بتاعي إن هو يفهم محتوى الموقع من قبل ما يدخل، فدي حاجة مهمة جدا اليوزر بيدور عليه، فأنا برضو بدور في التصميم بتاعي إن أنا أفيد اليوزر بأقصى استفادة. زي ما قلنا بقى الصورة هي element عندنا في ال HTML، فبالتالي ليها تاج، واحنا قلنا ال HTML فيها ميزة حلوة جدا إن هي العناصر اللي فيها بتتسمى التاجات بتاعتها بتتسمى باسم العنصر، يعني ديت صورة image فبالتالي التاج بتاعها برضو image، أو بيبقى اختصار، يعني بيبقى يا إما اسم العنصر يا إما اختصار لاسم العنصر. فهنيجي هنا نجرب بس هنا، خلاص احنا كده معانا ال image أهو، التاج فتحنا التاج بتاع ال image وقفلناه وخلاص حطينا اسم اللي هو اختصاره اي ام جي. وزي ولو ملاحظين هنا الحاجه اللي احنا قلناها من شويه ان الايمج هنا مش ملهاش كلوزنج تاج واوبن تاج، هو تاج واحد بنكتب فيه الحاجات كلها. انا مثلا ما ينفعش ان انا خلاص كده رميت التاج اسمه ايمج وخلاص، يعني هو كده مش فاهم فين الصوره بقى، يعني فين الصوره اللي انت عايز نحطها لك في الموقع. انا بيبقى عندي الصوره دي بجيبها من مكانين، يا اما الصوره عندي في الجهاز بتاعي فبقول له بديله مسار معين او مصدر معين للصوره على الجهاز بتاعي، اللي مثلا الصوره بتاعتي موجوده في الديسكتوب مثلا، موجوده في فولدر اسمه كذا واحط له المسار او السورس بتاعها هنا، يا اما الصوره بتبقى على النت وبجيب له المسار برضو بتاعها من على النت على هيئه لينك واحطه. فانا بقول انا عايزه مصدر الصوره، انا عايزه السورس بتاع الصوره، انا عايزه الاس ار سي بتاع الصوره، السورس بتاع الصوره. وزي ما قلنا انا مثلا لو اخترت الاختيار بتاع بيحط لي علامه اليساوي وعلامه الدبل كوتيشن، ليه؟ لان اصلا السورس ده اتريبيوت، انا مثلا انسان من مصر مثلا، فبالتالي انا المكان بتاعي او المصدر بتاعي ده خاصيه من الخواص بتوعي، فبالتالي السورس او المكان بتاع الصوره ده برضو اتريبيوت من الاتريبيوت من ضمن الاتريبيوت بتاعه الصوره، فهختار زي الفل. فانا كده خلاص ظبطت مكان السورس بتاعي عندي في الصوره، انا الصوره بتاعتي ممكن يبقى ليها مكانين عندي. نروح في هفترض مثلا ان انا عندي صوره، عندي ملف زي ده، لو فتحت الملف لقيت صورة طلعت بره، ده طبعا عندنا احنا عارفين الايقونة دي اسمها دي ايقونة الاندكس اللي هي ايقونة ال HTML، يعني ده ايقونة الملف اصلا بتاعنا. لو لقيت الصورة دي جنب الملف كده على طول مفيش بينهم فرق، يعني الصورة مباشر لازقين في بعض كده، او مثلا يعني ما هيش في فولدر تاني، لا هي بره هما الاتنين على السطح بتاع الفولدر بتاعنا كده، اعمل ايه؟ اكتب اسم الصورة بشكل مباشر في السورس، او السورس الصورة بتاعتي اسمها جي او جي بي جي، طبعا ما حدش يركز في جي بي جي دلوقتي احنا هنشرح. نيجي نعمل اهو، لو بصينا الصورة بتاعتنا ظهرت ليه؟ عشان هو قدر يعرف الصورة دي مصدرها فين او مسارها فين، فخلاص الصورة كده زي الفل. لو جينا بصينا تاني هنا هنلاقي هنا عندنا الفولدر بتاع او الفايل بتاع ال HTML وجنبه على طول الفولدر تاني اسمه image، لو فتحناه هنلاقي صورة، فبالتالي الصورة اللي جوه دي مش موجودة بشكل مباشر جنب الفايل بتاع ال HTML. فانا بعمل ايه؟ بضطر اقول للبراوزر بتاعي ادخل جوه الفولدر اللي اسمه image طلع لي الصورة اللي اسمها كذا، فادخل جوه دي اسمها ايه؟ عندنا في ال HTML ادخل جوه دي لها حاجة، انا عايزة ايه؟ عايزة ملف اسمه image GES تقريبا، شوف بس اسم الفولدر بتاعنا كنت مسميه ايه بالظبط، IMGS تمام GES تمام زي ما انا كاتبه كده، عايزه اقول له ادخل جوه الفولدر ده، ادخل جوه دي اسمها سلاش، عارفين علامه السلاش عندنا في الكيبورد بحطها، ده معناها افتح الفولدر اللي قبلك ده او ادخل جواه. الصوره عندها كان اسمها كده جي بي جي، نشوف الدنيا فيها ايه. بصينا ايه اللي حصل، الصوره ظهرت ليه؟ عشان كتبت المسار الصحيح بتاعها. تخيل مثلا انا جيت هنا الصوره، انا عارفه ان الصوره بتاعت الكاميرا دي محطوطه فين؟ محطوطة في ملف اسمه image مش محطوطة بشكل مباشر جوه ال HTML. تخيل انا مسحت الحتة اللي بقوله ادخل فيها جوه الملف دي ورحت اسيب واشوف الصورة، حطيت لي ايه؟ تاني نكبر هنا شوية عشان نشوف الدنيا هنا، حطيت لي ايقونة صورة بس مش الصورة بتاعتي. ليه؟ هنا بيقول ان المكان ده موجود فيه صورة اه، بس انا مش قادر اوصل للمسار بتاع الصورة اللي انت حطيتهولي، رحت ادور في المسار اللي انت حطيته بنفس الاسم اللي انت كاتبه ده ملقتش الصورة، وبالتالي انا عارفة ان السورس بتاعي غلط اصلا. اللي هو ده لو جيت رجعته تاني زي ما كان اهو
وبص خلاص، هو طبعا الصورة عشان نكبر بس الشاشة، هو قدر يوصل للمسار الصحيح بتاع الصورة او للسورس الصحيح بتاع الصورة، فجاب لي الصورة مظبوطة. فانا كده عندي طريقة كتابة الصورة لها طريقتين، يا اما انا اكون جايبة حتى الصورة بشكل مباشر جنب جنب ملف ال HTML بالصورة دي بالشكل ده، ادي الصورة وملف ال HTML الاتنين جنب بعض بشكل مباشر، يا اما اكون حاطة الصورة بتاعتي في فولدر والفولدر ده هو اللي جنب ال HTML بشكل مباشر. فبالتالي اعمل ايه؟ اعمل علامة السلاش ديت، اكتب اسم الفولدر الاول وبعدين علامة السلاش واسم الصورة. كده بقى نيجي عند النقطة اللي احنا كنا قايلين هنتكلم فيها، اللي هي الامتداد او الاكستنشن بتاع الصورة. يعني ايه امتداد اصلا للعنصر؟ انا مثلا لو بسمع فيديو هلاقي في الاخر كده دوت ام بي 4، لو بسمع موسيقى مثلا صوت هلاقي في الاخر دوت ام بي 3، لو شايفة نص مكتوب قدامي هلاقي في الاخر دوت تكست. فبيبقى فيه اسم الحاجة وبعدها دوت ونوع الحاجة. فبرضه الصورة ليها انواع، عندنا اول نوع من انواع الصورة زي ما مكتوب كده دوت جي بي جي، في نوع تاني من الصورة بي ان جي، في نوع تالت ورابع وخامس. بس الحاجات دي احنا مش مطالبين نبقى عارفينها، احنا بس اول ما نفتح الصورة مثلا اهو وريكو فولدر، كبرنا الشاشة وجينا بصينا على صورة، هو الصورة اسمها جي او دوت جي بي جي. انا ماليش دعوة يعني، هو انا نزلت الصورة عندي من على النت بالامتداد ده، فانا بس اللي ابقى عارفاه ان انا قبل ما احط الصورة في الموقع بتاعي في الكود بتاعي اجي ابص على اسم الصورة. خلاص اسمها مثلا ده، الاسم طبعا ده على مزاجنا يعني، ممكن اعمل رينيم لاسم الصورة واكتب اي اسم من عندي، بس الامتداد ثابت ما ينفعش يتغير. الامتداد الصورة اللي نازله لك بيه خلاص نستخدمها بيه، دوت جي بي جي ماشي، دوت بي ان جي ماشي، حاجة احنا مش داخلين فيها قوي. اهم حاجة بس نبقى عارفين واحنا بنكتب في الكود الامتداد اللي مكتوب فيه اسمها ايه ونكتبه معانا وخلاص. تمام النقطة دي؟ فيعني هي ديت نقطة الامتداد، ما فيهاش حاجة صعبة وهي مش علينا اصلا، يعني نقطة الامتداد دي مش علينا، كل اللي علينا ان احنا نبقى عارفينها، مش ندرسها يعني. مثلا مش هنقعد نفرق الفرق بين الجي بي جي والبي ان جي، لا احنا بس نبقى عارفين ان في حاجة اسمها جي بي جي وحاجة اسمها بي ان جي ولازم تتكتب جوه الكود. تمام كده احنا خلصنا في الصورة شكل الصورة بتكتب ازاي واول اتريبيوت معانا في الصورة. هنيجي مثلا خلاص احنا نشوف شكل الصورة دي عندنا ازاي، يعني نرجع تاني لشكل الصورة في الموقع بتاعنا لو احنا ظبطنا الكتابة بتاعتها. انا لو بصيت ايه حجم الصورة ده كله، انا مثلا عايزة اعمل الصورة ديت على شكل صغير جدا، عايزة احطها في كورنر فوق هنا مثلا، يعني مش عايزة الحجم ده كله، فبالتالي انا عايزة اغير في ابعاد الصورة، ابعاد الصورة اللي هو طول وعرض الصورة. هاجي هنا زي ما قلنا اي اتريبيوت بيتكتب باسم طول، يبقى بكتب هايت، الهايت بتاع الصورة او ارتفاع الصورة عموما يعني، وزي ما قلنا نختار اللي هو كاتبه عشان يكتب لنا اليساوي والدبل كوتيشن. مثلا هفترض ان انا عايزة اعمل 100 بيكسل اللي هي الوحدة بتاعتنا، والويتس بتاع الصورة خليه 200 مثلا، 200 بيكسل. وسيب واشوف الصورة بتاعتي، الصورة صغرت يعني ما علينا مثلا من الستريش يعني من الامتداد والحاجات اللي حصلت فيها دي، ما علينا منها، اهم حاجة ان انا ظبطت حجم الصورة على الشكل اللي انا عاوزه. اروح ازود الهايت شوية مثلا عشان شكلها احسن. ظبطت شكل الصورة شوية يعني، لو مثلا رفعت الهايت وخليته كبير شوية عشان شكل الصورة يظهر بالشكل ده. عايزة بقى اعمل اي حاجة في الصورة في الطول والعرض اظبطه. فبالتالي انا معايا دلوقتي في الصورة كل اللي عرفناه في الصورة، الصورة التاج بتاعها اللي هو بيتكتب image اسمه image، او الاتريبيوت معانا وده بقى لازم يتكتب، يعني مثلا الهايت والويتس ده مش مهمين ان هما يتكتبوا، بس ده لازم يتكتب عشان البراوزر بتاعي يعرف مسار الصورة، يعرف هو رايح فين، يعرف الصورة اللي هيعرضها دي مكانها فين. ده بقى عشان اظبط الشكل، يعني الهايت والويتس ده عشان بس اظبط الشكل، وبعد كده طبعا هنستغنى عنهم، مش هنستغنى عنهم، هنستغنى عنهم في كود ال HTML وهنكتبها في كود ال CSS. يعني اي تنسيق او اي حاجة هتتعدل في شكل الصورة او في شكل الالمنت عموما ده هيتكتب في ال CSS بعد كده. فتقريبا دي كل النقط اللي هتتقال في الصورة، قلنا انترو عن الصورة، قلنا التاج بتاع الصورة، قلنا الامتداد، وقلنا الاتريبيوت اللي بتكتب عليها، والباس ده اللي هو المسار او السورس يعني بتاع الصورة. بعد ما خلصنا خلاص تاج الصورة واتكلمنا عن كل حاجة فيه، هندخل برضو تاج تاني مهم جدا، هو تاج اللينك. تاج اللينك يعني من اسمه مش محتاج شرح اصلا، اللي هو تقريبا بنشوفه دايما، بنشوفه في اي حاجة ندخلها، سواء بندخل مثلا فيسبوك سواء ماشيين في اي موقع بنلاقيه. تاج اللينك ليه مهم، يعني ليه ان احنا بنستخدم تاج اللينك بالاهمية دي؟ انا مثلا ماشية في فيسبوك فلقيت لينك قدامي دوست عليه دخلني على جوجل كروم، لقيت لينك تاني دخلني على يوتيوب، لقيت لينك تالت دخلني على لينكد لينك. فبالتالي انا شايفه ان
سطر ازرق كده مكتوب قدام السطر ده قادر ان هو يربط مواقع كبيره قوي كده ببعضها، فبالتالي اللينك يعني مهم جدا في ان هو يربط بين الصفحات الكبيره دي ببعضها. فانا لازم اتعلم بقى طريقه اللينك ده، لو انا مثلا عايز اربط الموقع بتاعي بصفحه على الفيسبوك مثلا، عايزه احط مثلا اللينك تاني الموقع تاني جوه الموقع بتاعي عشان الناس تستفيد اكتر، فلازم اتعلم طريقه اللينك ازاي. فهنبدا بقى كده ان احنا نكتب تاج لينك معانا. طبعا الناس هتقول لي ايه اللي احنا كتبناها دي، المفروض ان احنا متعودين من ال HTML ان العنصر بيتكتب باسمه، يعني انا كاتب لينك فيا اما اكتب لينك يا اما اكتب الاختصار بتاعها مثلا LI ولا حاجه، هقول لا ايه ديت اختصار برضو المعنى تاني لكلمه لينك. المفروض لينك لها معنيين، لينك وكلمه تانية اسمها انكر، الانكر دي برضو هي دي معناها لينك يعني. فانا عملنا نفس الحاجه في ال HTML ما اتغيرتش كتير، احنا كتبنا اختصار اللي هو الايه ده لكلمه انكر وخلاص. هفترض مثلا ان انا عايزه اروح على صفحه زي صفحه جوجل دي، نسيب كده ونشوف الدنيا عندنا عاملة ازاي. فأنا هعرف ازاي يعني هو المفروض بنبقى شايفينه ويبقى تحته خط كده، فأنا عرفت من دلوقتي ان انا لما شفت ان ده لأ دي كده انا عندي حاجة لسه غلط مع مش مظبطاها في الكود. انا دلوقتي حطيت له تاج وحطيت له كلمة جوجل كده وخلاص، فهو مش فاهم مين اللي انت كاتباهولي ده. فأنا لازم اعمل ايه؟ لازم احط له مسار يمشي فيه ويروح لمكان اللينك اللي انا عايزاه اجيبه لي، زي الصوره بالظبط. مش الصوره قلنا ان احنا لازم نكتب لها سورس عشان البراوزر يعرف هي فين ويروح يجيبها، بالتالي اللينك نفس الكلام. ليه اللينك ده مثلا مش موجود على جهازي، ده موجود على حاجه على النت دلوقتي عندي يعني مثلا الصوره كنا بنجيبها من مكانين، يا اما من على النت مثلا نجيب اللينك بتاعها، يا اما من عندنا من الجهاز. لكن الموقع طبيعي مثلا انا مش مخزنه فولدر جوجل عندي على الجهاز بتاعي، لا بجيب اللينك بتاعي من على النت. فانا المفروض دلوقتي اجيب اللينك واحطه في السورس بتاع اللينك بتاعي، اجيب اللينك بتاع جوجل واحطه مثلا في السورس عندي. بس هنا في فرق، الصوره المسار بتاعها بيتكتب في حاجه اسمها سورس في اتريبيوت اسمه سورس، لكن هنا اللينك بيتكتب في اتريبيوت تاني اسمه اتشرف. يعني ايه اتشرف؟ يعني هايبر ريفرنس. يعني ايه هايبر ريفرنس؟ يعني المكان اللي الموقع ده واخده، المفروض الموقع ده انا بجيبه من على النت فليه ريفرنس معين بجيبه منه، ده اللي انا بحطه هنا دلوقتي. طبعا انا اخدت اللينك بتاع جوجل كوبي اهو، نروح ناخده نفتح صفحة جوجل عادية خالص اهي، ناخد اللينك Ctrl C نروح بقى لصفحتنا احنا صفحتنا نسيب. شايفين ايه اللي حصل؟ خلاص لونه بقى اتغير، لو دوست على الايقونة هيعمل ايه؟ هيوديني لجوجل خلاص. فانا بقى مش عايزه جوجل، عايزه ارجع لصفحتي العاديه. نمسح الصفحه دي عشان ما نقولش احنا رحنا، بس البتاع ندوس تاني على الايقونه اهو وداني لجوجل تاني زي ما انا عاوزه. فبالتالي انا كده عرفت اللينك بيتكتب ازاي، عرفت طريقه كتابه اللينك ازاي، بفتح انكر او بفتح تاج الانكر اللي هو بتاع اللينك، بكتب جواه السورس بتاع اللينك، بس ما بيتكتبش بقى المره دي باسم سورس، بيتكتب بHREF اللي هو الهايبر ريفرنس بتاعه، وباخد يعني في الشريط الابيض. شايفين الشريط الابيض اللي فوق ده؟ الشريط الابيض اللي فوق ده بيبقى موجود فيه، كبر شويه الشاشه، الشريط الابيض اللي فوق ده بيبقى موجود فيه يعني اللينك او عنوان الموقع اللي انا فاتحاه. يعني انا مثلا انا فاتحه الموقع بتاعي، الشريط الابيض ده اللي فوق ده في الموقع بتاعي، في عنوان الموقع بتاعي. فبالتالي برضو انا لو رحت على اليوتيوب وبحثت عن اي فيديو على اليوتيوب وقفت على الفيديو ده، هلاقي عنوان الفيديو اي حاجه موجوده في الشريط الابيض ده، ده الهايبر ريفرنس بتاعه بتاع اي موقع انا عاوز ادخله عموما يعني. فانا جوجل بحثت عن جوجل ودخلت خدت اللينك ده وحطيته عندي في الكود بتاعي وسيفته ورحت للصفحه بتاعتي، لقيته خلاص ظبط لي الموضوع وبقى زي الفل. انا بشوف الشكل ده بره، يعني انا لما بروح مثلا افتح فيسبوك ويكون معايا ايقونه بكون مع قصدي معايا لينك بلاقيه كده بالشكل ده، ورحت دوست عليه فعلا طلع لي جوجل زي ما انا عايزه. فدلوقتي انا لما دوست تاني نلاحظ لما دوست ايه اللي حصل، فتح لي الصفحه في نفس، يعني شايفين التاب دي، التاب اللي فوق دي فتحها لي في حته في نفسها. يعني مثلا ما كانش فيها مكتوب تاب مكتوبه فيها اسم الصفحه بتاعتي اسم الموقع بتاعي HTML، ولقيت مثلا جنبها هنا صفحه جوجل، لا لقيته فتحها لي في نفس التاب ده. ليه؟ لان اصلا يعني اللينك اصلا واخد اتريبيوت كده ديفولت من عنده اسمه حاجه اسمها تارجت، هقول يعني ايه تارجت دي دلوقتي، اندرسكور سيلف. يعني ايه تارجت اندرسكور سيلف؟ تارجت يعني احنا دايما بناخدها بمعنى هدف او الحاجه اللي انا عايزه اوصل لها. فانا عايزه اوصل لجوجل، عايزه اوصل له فين؟ في نفس الصفحه اللي انا واقفه فيه. فانا اهو رحت في نفس الصفحه، طبعا شوف التغيير بتاعي اهو،
رحت في نفس الصفحة، فتح لي جوجل في نفس الصفحة، في نفس التاب اللي انا واقفة فيه. لكن مثلا لو رحت هنا عملت target underscore blank، في حاجة اسمها عندنا underscore blank، شوف التغيير اللي هيحصل عندنا دلوقتي في الصفحة اهو. التغيير طبعا هيحصل لما ندوس على القلب. شفت عمل ايه؟ فتح لي جوجل بتاعي في ايقونة جديدة، في تاب جديد. يعني بقى عندي تاب هوت مكتوبة عن قدامي ده ال HTML، وتاب تانية مكتوب فيها صفحة جوجل بقى اللي انا حاطه له اصلا الموقع بتاعه فيها. فبالتالي اللينك بقى نجيبه تاني كده من الاول بسرعة. هو المفروض تاج اختصار لكلمة انكر اللي هو بدايته حرف الاي، فبفتح التاج بايه وبقفله بايه. لو لاحظنا برضو ان اللينك ليه اوبن تاج وليه كلوزن تاج، بكتب الاسم الموقع اللي انا عايز ادخله في مكان الكونتنت. الكونتنت ده اللي هو فيه اللي ما بين الاوبن تاج والكلوزن تاج. بكتب اي اتريبيوت انا عايزاها تانية جوه اللينك، جوه الاوبن تاج قصدي. فانا اول اتريبيوت عندي اللي هو اهم اتريبيوت اللي هو بتاع الاتشرف. يعني ايه بتاع الاتشرف؟ يعني بتاع المصدر. تاني حاجة الحاجة اسمها التارجت، او مثلا الطريقة اللي انا عاوز افتح بيها الموقع اللي انا حطاله لينك عندي في الموقع بتاعي ده. هل انا عايز افتحه في نفس الصفحة بتاعتي؟ عايز افتحه في صفحة جديدة؟ لو عايز افتحه في نفس الصفحة بتاعتي بعمل underscore self، لو عايز افتحه في صفحة جديدة يبقى blank. حتى دي ان شاء الله تمام. يعني جيت مثلا انا في حاجة كده عندنا اسمها، هنشيل الليلة دي كلها، هنشيل الموقع ده كله ونحط هاش. هاش اللي هي علامة الشباك دي. ونيجي مثلا هنا نعمل باراجراف صغير. طبعا احنا فاكرين الباراجراف من المرة اللي فاتت. هنعمل شوية باراجرافات كبار شوية. طبعا احنا كده عملنا شوية باراجرافات بس كتير، عايزة اوريكم بس حاجة. خلاص سيبنا نروح للصفحة بتاعتنا. خلاص احنا ما عدناش عاوزين دي في حاجة. نروح هنا نصغر شوية عشان الدنيا تبقى واضحة. خلاص انا عندي خلاص سكرول هنا. اللينك بتاعي فين؟ اللينك بتاعي في اخر الصفحة. جيت ادوس عليه عمل ايه؟ رجع لي الصفحة تاني من الاول. هنكبر عشان يبقى الفرق يبقى واضح شوية. اهو تاني دوست على اللينك بتاعي عمل ايه؟ رجعني الاول الصفحة. الناس تركز على السكرول ده وتشوف هو بيحصل له ايه. السكرول ده الخط اللي بيطلع وينزل ده. انا لما ادوس على جوجل اللي هي اصلا في اخر الصفحة خالص، اللي بيحصل السكرول بيطلع معايا الاول الصفحة. فبالتالي انا لما اعمل href واشيل منها اللينك بتاع الموقع اللي انا عايزاه واحط كلمة شباك، ده بيرجعني الاول الموقع بتاعي انا، ما بيروحش الكلمة اللي انا كاتباها هنا، لا بيرجعني الاول الموقع بتاعي. فخلاص طبعا هرجع زي ما انا كنت عاوزة. هرجع الموقع بتاعي تاني زي ما كنت عاوزة. كده نروح بقى نعمل ريفرش تاني ونشوف الدنيا رجعت لأصلها ولا لأ. مسيبناش ولا ايه؟ اه مسيبناش. برضو عايزة اوريكم حاجة. يعني شفتوا ادي صفحة وادي التانية وادي التالتة. انا طبعا عشان انا جربت لكم تلات مرات، انا جربت لكم تلات مرات وعاملة هناك في اللينك underscore blank. فبالتالي صفحة ال HTML بتاعتي اتفتحت تلات مرات اهو، واحد اتنين تلاتة، عشان انا دوست لكم على الموقع تلات مرات. اجي افتح بقى هنا خلاص فتح لي صفحة جديدة لجوجل ايه. فانا خلاص كده مش عايزة كل الحاجات دي. بس دلوقتي بقى مفيش معايا في الموقع غير الايقونه بتاعتي، لو جيت ادوس عليها تفتح لي الصفحه الجديده زي ما اتفقنا كده. عايزه اعمل حاجه بقى تانية. ساعات احنا بنشوف الايقونه بتاعت جوجل ديت، قصدي اللينك بتاع جوجل ده، مش على هيئه كلام، على هيئه الايقونه بتاع جوجل اللي هي العلامه المعروفه معانا. فانا هعملها ازاي؟ الايقونه ديت عباره عن صوره، فانا المفروض ان انا اشيل الكونتنت اللي انا كاتباه كلمه جوجل واحط مكانه صوره. يعني مثلا المفروض شايفين الكونتنت ده هشيله، المفروض ان انا احط هنا صوره. هنقول لي هنحط صورة جوه لينك عادي. احنا عندنا بنحط اي element جوه اي element. يعني ممكن مثلا جوه الصورة اللي احنا كنا كاتبينها من شوية نحط لينك، جوه اللينك نحط صورة، جوه الباراجراف نحط لينك كده. اي عنصر نحط جوه عنصر تاني عادي. فالكنت انزل بس سطر عشان نبقى بنكتب كويس.
الكونتنت بتاعي، شيل كلمة جوجل اللي انا كنت كاتباها دي، بدل ما تبقى كلمة وتحتها خط لا تبقى صورة، ادوس على الصورة توديني لللينك اللي انا عاوزاه. ايمج طبعا زي كده احنا كأننا بنراجع على الصورة تاني، سورس نختار اللي هو كاتبه عشان احنا عايزينه. طبعا انا حاطة الصورة جنب ملف ال HTML على طول، فهكتب اسمها مباشر دوجي بيجي اللي هو امتداد الصورة. نقفل الصورة ونشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي. اللي حصل طبعا صورة ضخمة شوية، ضخمة يعني المفروض ان احنا نعدل الابعاد بتاعتها يعني. هنروح نظبط ويتس وهايت، ويتس نقول 100 بيكسل، هايت برضو نديله نفس الهايت 100 بيكسل. ماشي معلين. دوست، لو دوست هنا على الصورة اصلا يعني من غير حتى ما نروح صفحة جديدة او ندوس، شايفين مثلا الماوس هنا واقف عامل ازاي؟ واقف شكل مثلث، يجي واقف على الصورة بقى تحول لشكل الايد دي. شكل الايد دي اصلا معروف ان هي لما تبقى موجودة يبقى انا دايسة على لينك اصلا يعني انا مثلا لما اقف على اي حاجة بتاعت لينك بتشغل لي الايد دي على طول، فبالتالي اول ما اقف على الصورة تتغير لي بالشكل ده، الماوس بتاعي يتغير بالشكل ده، اعرف ان ده لينك على طول. ادوس على الصورة فتح لي صفحة جوجل اللي انا عايزاها. طبعا دي بتبقى شكلها احسن بكتير، يعني ان انا احط مثلا صورة هي اللي بتوديني للموقع، دي بتبقى شكلها احسن وموضح اكتر للموقع. يعني انا مثلا لو حاطه الكلام هنا، احنا بنشوف الكلام ما بيبقاش مكتوب فيه اسم الموقع في اغلب الاوقات يعني، فبنبقاش عارفين اللينك ده مودينا لفين. لكن لما تبقى صورة زي دي ومكتوب فيها يعني الصورة مثلا موضحة جدا هي رايحة ان احنا يعني لو دست عليها روح لجوجل، فده احسن بكتير بالنسبة لليوزر. فاحنا كده دلوقتي يعتبر خلصنا اللينك، برضو قلنا التاج بتاعه، قلنا الاتريبيوت الموجودة فيه اللي هو الاتشريف والتارجت، وقلنا اهميته ان هو مهم جدا ان هو بيربط بين اكتر من صفحة ببعضها. يبقى احنا كده النهاردة اتكلمنا عن الاتريبيوت وقلنا معناه ايه وبيظهر فين، بيتكتب ان هو بيتكتب جوه الاوبننج تاج او التاج اللي في الاول، لو العنصر ليه اوبن تاج وليه كلوز تاج، وبيتكتب في التاج كامل لو العنصر هو الاوبن بتاعه هو الكلوز بتاعه. تاني حاجة اتكلمنا عن الصورة بكل الاتريبيوت اللي جوه الصورة والتاج بتاعها بيتكتب ازاي والسورس بتاع الصورة بيتكتب ازاي. تالت حاجة اتكلمنا عليها هو اللينك وبرضو الاتريبيوت الموجودة جواه. رابع حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي حاجة صغيرة جدا بس مهم ان احنا نكون عارفينها، حاجة نوع العنصر. يعني العنصر اللي معايا ده ليه نوعين، العناصر كل العناصر الموجودة في ال HTML لها تقسيمة كده معينة، التقسيمة ديت بتدينا نوعين، نوع اسمه inline ونوع اسمه block. من اسمه inline يعني نوع عنصر inline، يعني موجود في سطر واحد، عنصر block موجود كبلوك لوحده مستقل بنفسه. برضو ممكن ما نبقاش فاهمينها كده اكتر، هنفهمها اكتر من التطبيق. انا مثلا هنفترض نرجع تاني للكود بتاعنا، نمسح اللينك ونسيب الصورة، ناخد ادي دي الصورة عادية خالص اهي، ناخد الصورة دي كوبي ونحط معاها في الموقع بتاعنا كمان صورة. انا كده معايا كام صورة في الموقع بتاعي؟ معايا صورتين، نسيب ونشوفهم هيطلعوا منين ازاي. خلاص كده سيبنا ونروح بقى نشوفهم عاملين ازاي. شايفين ايه اللي حصل؟ الصورتين جم جنب بعض في نفس السطر، هما الاتنين inline في نفس السطر، فانا بالتالي فهمت ان عنصر الصورة بتاعي دلوقتي عنصر inline. ليه؟ عشان لما حطيت اكتر من صورة في الموقع بتاعي مجوش تحت بعض، لا جم جنب بعض كده في سطر واحد في لاين واحد. فرض مثلا اهو انا حطيت كمان صورة برضو، شوف الموقع بتاعنا عامل ازاي، جاب لي الاربع صور جنب بعض. ليه؟ عشان الصور عنصر inline. يعني ايه inline؟ تاني من اسمها inline، يعني كل العناصر لما احطها جنب بعضها بتظهر على نفس السطر، بس شرط لازم العنصر يكون من نفس النوع. يعني مثلا ما ينفعش احط صوره وباراجراف واقوم جاي حطاهم فيظهروا عندي جنب بعض فاقول ان هم inline، لا لازم احط مثلا حطيت صورتين فظهروا الصورتين في سطر واحد جنب بعض، فخلاص انا عرفت كده ان عنصر الصوره ده عنصر inline. برضو هقول تاني النقطه دي قلتها في نقط كتير قبل كده، ان احنا مش هنقعد نحفظ العناصر ايه هي العناصر inline، برضو مش هنقعد نحفظها. ليه؟ هي بتيجي معانا بالتجربه او بالتطبيق. وكمان بعد كده في CSS احنا مثلا معانا عنصر inline زي ده، هفترض ان انا عاوزه صوره تانية بس عايزاها تحتها مش جنبها، هعمل ايه في الطريقه دي بقى؟
انا عندي حلين، ممكن ان انا مثلا اجيب فاكرين تاج البي ار اللي احنا اتكلمنا عليه اللي بينزل سطر، فده ممكن ينزل لي سطر. في طريقة تانية بعد كده اسهل بكتير في السي اس اس، هتخليني ان انا اغير نوع العنصر من انلاين لبلوك ومن بلوك لانلاين بكل سهولة. طب كده احنا فهمنا عنصر الانلاين بس ما فهمناش عنصر البلوك. يعني ايه عنصر بلوك؟ همسح كل الليلة دي اهو. انا مثلا معايا باراجراف كاتبه فيه اي كلام، باراجراف تاني يمكن احنا شفناها في اكتر من تطبيق من شويه بس ما الناس ما خدتش بالها منها. اي كلام تاني لو جينا نسيف ونشوف ايه اللي حصل، لقينا ده في حته، ده في سطر وده في سطر، ده بلوك لوحده محتفظ بكيانه لوحده، وده ليه كيان تاني خالص بلوك تاني لوحده. فبالتالي احنا فهمنا ان الباراجراف كده عنصر بلوك. عرفنا منين؟ ان لما حطيت باراجرافين يعني حاجتين من نفس العنصر جنب بعض، او مرتين من نفس العنصر جنب بعض، ما ظهروش جنب بعض عندي في البراوزر. هم اه عند جنب بعض عندي في الكود بس مش جنب بعض في البراوزر، كل واحد فيهم في سطر، ما ظهروش هما الاثنين اللاين، فبالتالي هم عناصر بلوك. تاني النقطه ديت هي نقطه مهمه جدا بس احنا بعد كده بنقدر نعالجها بالسي اس اس. العناصر الانلاين هي لو انا ضفت اكتر من عنصر من نفس النوع في الموقع بتاعي ورا بعض بيظهروا عندي على نفس السطر، دي الانلاين. في البلوك ما بيظهروش عندي في نفس السطر، لا بيظهروا تحت بعض ما بيظهروش جنب بعض. وادانا مثال للعناصر الانلاين اللي هي الصوره، وادانا مثال للعناصر البلوك اللي هي الباراجراف. زي ما قلنا العناصر ديت مش هنقعد نحفظها، لا العناصر ديت هتيجي معانا بالتجربه، وكمان حتى لو ما جاتش بالتجربه احنا هنبقى نتحكم في الخواص دي بعد كده في السي اس اس. كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، يعتبر قلنا كل الحاجات الموجوده فيه. نراجع تاني، قلنا الاتريبيوت قلنا معناه ايه، وقلنا ان هو بيتكتب ازاي. ورجعنا تاني قلنا بعد الاتريبيوت بدانا في اول اليمنت عندنا اللي هو الاليمنت بتاع الصوره. اليمنت الصوره قلنا فيه كل حاجه، والتاجات حتى الامتداد بتاع الصوره والباس بتاع الصوره اللي هو المسار الصوره، وقلنا تقريبا يعني كل حاجه موجوده في الصوره. اللينك نفس الكلام هو مشابه قوي للصوره، يعني كان احنا بنضيف حاجه جديده. وعرفنا عن ايه الانلاين وعرفنا عن ايه البلوك. فان شاء الله الناس تراجع الجزئين اللي احنا قلناها المره دي والمره اللي فاتت والمره اللي قبلها، وهم حاجات بسيطه جدا يعتبر، احنا لسه ما دخلناش في الحاجات التقيلة. وتحاول تعمل تجمع كل الحاجات اللي احنا قلناها دي في تاسك واحد او في موقع واحد. يعني الناس ما تطبقش حاجه بحاجه، تطبق طبعا ورايا حاجه بحاجه على طول، بس بعد ما تخلص تبدا تطبق على الفيديوهات اللي فاتت كلها.